بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنشرح مكونات سيستم الكاميرات الاي بي. ايه هي الكاميرات الاي بي؟ الكاميرات الاي بي زي ما قلنا قبل كده، دي كاميرات شبكية بتركب بكابل النت اللي هو الثمان اطراف. مبدئيا عشان تركب كاميرا على ان في ار لازم تكون ظابط الاعدادات الاولية للكاميرا، او على الاقل تكون عارف ايه البيانات الخاصة بالكاميرا زي اليوزر نيم والباسورد. الحاجات دي احنا عملنا عليهم فيديو قبل كده ازاي تعمل كونفيجريشن للكاميرا، هسيبه لك في الوصف تحت الفيديو دوت. بعد كده الكاميرا ومعايا ال ان في ار ومعايا السويتش اللي هنربط عليه الكاميرا، هي دي المكونات الاساسية بتاعتنا. طبعا هنعوز هنا باور كهرباء علشان يشغل الكاميرا، تدي الكاميرا 12 فولت. طيب في احيانا الكاميرات دي بتشتغل بي او اي، نظام البي او اي بتاخد من سويتش مجمع وبيكون بيديها الكهرباء وبيديها البيانات بتاعتها في نفس الكابل دوت، يبقى احنا كده تمام. ابدا انا من هنا اول حاجه بشغل ال ان في ار بتاعنا، اوصل له الكهرباء عادي. ده بتاع ال ان في ار، واجي على الكاميرا برضو واكون مديها الكهرباء بتاعتها عادي. بعد كده بجيب الوصلات بتاعتي، طبعا ده كابل النت يكون متقرج، وهنعمل فيديو باذن الله برضو ازاي تقرج الكابل ده صح وازاي تحافظ عليه من انه يتلف، يعني زي ما انا عامله كده. باجي ابدا اول حاجه اوصل الكابل في السويتش. طبعا انت بتبقى السويتش دوت في مكان مثلا في نص البيت او في نص الشركة او في نص المحل هتبقى محطوط فيه. باخد الكابل ده طرف في السويتش وطرف في ال NVR هنا. بكده احنا ربطنا السويتش بال NVR. برجع تاني علشان اربط الكاميرا بالسويتش، يبقى هجيب كابل الكاميرا برضو زيه اوصله وابدا اوصله بالسويتش. طيب كده تمام، كده الكهرباء الكاميرا وصل لها كهرباء من الادابتر بتاعها، وال ان في ار وصل له كهرباء من الباور بتاعه، كده النظام متكامل والحمد لله. هنيجي بعد كده على ان احنا نروح ازاي نضيفه على الكمبيوتر، يعني هنوريك ازاي انت تضيف الكاميرا على ال ان في ار علشان تبدا تعرفهم ببعض. الكاميرا دي مش عارفه الان في ار، والان في ار مش عارف الكاميرا، لازم ده يعرف البيانات بتاعه الكاميرا، ولازم اظبط الكاميرا هل هي هتاخد اي بي هات من الان في ار زي ما احنا قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات علشان تظبط الاعدادات بتاعه الكاميرا. طبعا لو عملتها دي اتش سي بي هتبدا تاخد اي بي هات من الراوتر بتاع النت لو عندك راوتر نت، فالموضوع ده ما بايدهوش لانه بيعمل مشاكل كل شوية، الراوتر هيتغير، الراوتر هيفصل، النت هيفصل، هتبدأ الاي بي هات تتغير مع بعض. لكن كون ان انا اثبت اي بي للكاميرا فده حاجة كويسة وحاجة تمام. ليه؟ لان انت هتيجي بعد كده في مشروع او عدد الكاميرات بيزيد هتبدأ تتلخبط وهتبدأ مش عارف ديت مكانها فين ودي مكانها فين. ودايما اي حد بيشتغل في الكاميرات الاي بي بيبقى منظم نفسه وكاتب كل البيانات ديت في ورقه وبتبقى ملزوقه جنب ال ان في ار، علشان سواء هو اللي هيجي يشتغل او اي حد تاني بعد منه يبقى الموضوع بالنسبه له سهل وسلس. بكده هنروح نشغل ونوريك على الصوره على الطبيعه. عشان نوريك ازاي هتضيف الكاميرا الاي بي على ال ان في ار، وازاي هتعرف ال ان في ار على الاي بي هات واليوزر نيم والباسورد الخاصين بالكاميرا. طبعا علشان تضيف الموضوع دوت لازم تبقى انت عندك بيانات اساسيه اللي هي اليوزر نيم والباسورد الخاصين بالدي في ار او ال ان في ار اللي انت هتضيفه، او الكاميرا طبعا لازم تبقى انت برضو عارف اليوزر نيم والباسورد بتاعها. هنبدا على بركه الله، هنفتح المتصفح بتاعنا. طبعا انت ممكن تفتح من الشاشه الرئيسيه الخاصه بال ان في ار، حاجه خاصه بيك انت دي ما انت حر فيها. فهبدا من هنا،
هكتب الادمن واكتب الباسورد. وابدا اخش على الان في ار بتاعي. طبعا هخش هنا على قائمه السيت اب وهاجي هنا على كلمه كاميرا علشان اظبط الاعدادات اللي انا عاوزها كلها. من هنا هعمل له اد علشان يدور على الكاميرات واقول له سيرش. هيبدا هنا هو هيدور لي على الكاميرات اللي موجوده او اي حاجه متصله بالشبكه ان في ار تاني او دي في ار تاني، علشان ممكن نشرح ونضيف اتنين ان في ار على بعض، واحد في مكان وواحد في مكان، والموضوع ده برضه هنشرحه منفصل لوحديه علشان ما تبقاش العمليه كبيره ومتلخبطه. حتى هنا اضيف له الكاميرا، خلاص انا عارف الاي بي بتاع الكاميرا 15.192.168.1.15، هقول له اوكي. من هنا عاوز اكتب له الباسورد بتاع الكاميرا لان هو كده واقف على الديفولت 1 2 3 4 5 اللي هو جاي بيه الكاميرا. انا هبدا اكتب له الباسورد اللي انا عامله للكاميرا علشان يبقى احنا عارفين كل حاجه ماشيه تمام. وللعلم انت علشان لو مش عارف الاي بي الخاص بالكاميرا مستحيل الكاميرا هتفتح معاك. وهنا هقول له سيف. خلاص هنا ضاف لي الكاميرا. هنيجي احنا نبص الناحية التانية علشان نشوف. طبعا علشان خاطر في متصفحات ما بتدعمش ان هي تشغل الكاميرات لازم تبقى متحدثة باخر التحديث. هوريك اهو ان حاليا الكاميرا بتاعتنا شغالة وكل حاجة تمام. يعني في الوقت اللي احنا بنصور فيه الكاميرا شغالة تمام اهو. الكاميرا اهي تمام، لمجرد ان احنا بس ضفنا الاي بي على طول. يعني احنا لو رحنا كده على الكاميرا وحذفنا الكاميرا تاني وضفناها تاني هتبدا معانا كل حاجه مظبوطه اهي. كده الكاميرا اتحذفت. طبعا انا هعمل اد تاني واقول له ابحث تاني عن الكاميرات اللي متاحه معانا على الشبكه. وادي الكاميرا هنضيفها لمجرد انك انت هتكتب الاي بي الباسورد اهو. لاحظ معايا اول ما انا هكتب الباسورد هتفتح الكاميرا مباشر، مش محتاجة اي بيانات ولا محتاجة اي شغل تاني. واقول له سيف. على طول الكاميرا مش محتاجة اي حاجة، اشتغلت لوحديها تمام. ده الوقت اللي احنا بنصور فيه حاليا. يبقى احنا كده ظبطنا الاعدادات هنا من على اللابتوب وصورة الكاميرا ظهرت زي ما انت شايفها كده معي. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.